طيب احنا لنفترض مثلا ان احنا عندنا الفايلات دي اهو، 5 فايلات، والخمسة فايل دول بدل ما ابعتهم واحد واحد انا عايز احطهم كلهم يعني يتضغطوا مع بعض، يبقوا مضغوطين في فايل واحد على اساس ان انا ابعت الفايل ده. هاجي كده اختارهم كلهم، هدوس على الكليك اللي هي الكليك الشمال على لو انا بستخدم ماوس كليك، وهفضل دايس على الماوس يعني هدوس على الزرار وافضل دايس وهطلع كده اتحرك، هيعمل لي المربع الازرق ده، فاقدر اختارهم كلهم. يا اما اختار اول واحده وادوس على شيفت وافضل دايس على زرار شيفت، وبعد كده اختار اخر واحده شيفت، فاللي يريحكم يعني. المهم هنعمل كده، هنختارهم كلهم وبعد كده هندوس رايت كليك، كليك يمين يعني كليك اليمين على الماوس، او كليك يمين على اللابتوب، اللابتوب المفروض فيه يمين وشمال. هيطلع لي بقى بعد طبعا انا كنت نزلت برنامج خلاص، فهيطلع لي ايه اختيارات هنا جديده دي ما كانتش موجوده قبل كده. هقول له اد تو اركايف، هيطلع لي الويندو ده، هدوس اوكي. هو كده عمل ضغط الفايلات. وفي طريقه اسرع، لو انا شلت ده خالص، لو انا عملت كده كليك يمين اهو، في اد تو، وهو هيكتب اسم للفولدر اللي انا موجود فيه. يعني لو انا عملت كده اد تو كذا اهو، هو كده ضغط الفايلات. لو انا بقى دوست عليه مرتين فتحته، هشوف كل الفايلات اهي جوه، الفايلات اللي بره بقت مضغوطه كلها في فايل واحد. فانا لما اجي ابعت للتيتشر كل اللي انا محتاج ابعته هبعت الفايل ده بس، مش محتاج ابعت بقى واحد واحد خلاص، يعني هبعت ده بس. هعمل برده تجربه قدام حضراتكم على اللينوفيا عشان تشوفوا برده ازاي القصه بتمشي جوه اللينوفيا. شكرا.